المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة مع يوم الغد إن شاء الله، لتصبح أجواء مائلة للحرارة في الجبال أيضا، وتكون الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة وأيضا في الأغوار والعقبة. تفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقصي العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة مع يوم الغد، لتصبح أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام لما يقارب 5 إلى 7 درجات مئوية. ولتفاصيل هذه الأحوال الجوية نشاهد خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا. هنا كما نشاهد أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، أو حارة نسبيا تكون تقريبا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ولكن تكون في باقي المناطق ربيعية تميل إلى الدفء في ساعات النهار من يوم الأربعاء. درجات الحرارة في العاصمة عمان وفي بعض الأحياء من العاصمة عمان قد تصل إلى 30 درجة مئوية، ولكن قد تصل إلى منتصف الثلاثينات في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تكون أجواء مائلة للحرارة بشكل لافت في تلك المناطق تحديدا مع ساعات النهار من يوم الأربعاء حتى ساعات الليل، تصبح درجات الحرارة أو تصبح الأجواء تقريبا مائلة إلى البرودة، ولكن تبقى أدفأ من الليالي الماضية بشكل واضح. هذه الليلة الأجواء صافية في العاصمة عمان، درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة. وفي 3 أيام القادمة كما ذكرنا هنالك ارتفاع على درجات الحرارة مع يوم الغد، ولكن انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة مع يوم الخميس ويوم الجمعة. كما نشاهد يوم الأربعاء درجات الحرارة نهارا 28 درجة مئوية، درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية، ولكن كما نشاهد انخفاض ما يقارب 9 درجات من يوم الأربعاء حتى يوم الخميس مع رياح نشطة يوم الخميس قد تكون مثيرة للأتربة والغبار، 19 درجة مئوية في ساعات النهار، وانخفاض أيضا لافت على درجات الحرارة الليلية لتصل إلى 8 درجات مئوية. أيضا يوم الجمعة تبقى هذه الأجواء الباردة تقريبا، أو هي أجواء لطيفة نوعا ما، ولكن مقارنة مع يوم الأربعاء يكون هنالك انخفاض واضح على درجات الحرارة. يوم الجمعة تصل إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار، ويوم الجمعة أيضا في ساعات الليل تصل إلى 10 درجات مئوية. من العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد وتفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الغد. 32 إلى 19 درجة مئوية في المفرق، 32 إلى 18 في جرش، 33 إلى 19 وفي عجلون من 30 إلى 16 درجة مئوية. في العاصمة عمان 28 إلى 15، الزرقاء 32 إلى 19، في البلقاء 29 إلى 16 درجة، في مادبة 29 إلى 17، أجواء حارة نسبيا في البحر الميت 37 إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار من يوم الغد حتى في ساعات الليل، في الكرك من 30 إلى 18، في الطفيلة 28 إلى 17، في معان 30 إلى 20 درجة، في جبال الشرع 20 إلى 16، أجواء حارة أيضا في العقبة 37 إلى 24 درجة مئوية. أخيرا في المناطق الشرقية من 32 إلى 19، في الصفاوي 32 إلى 20، وأخيرا في الأزرق من 33 إلى 22 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.